نيالة جبارة بصراحة على هاي الناس صح. اللي شيعتها وهاي الناس اللي والله ما تعرف منين ومنين آلاف زين، بغض النظر انه دخلت الجنازة للنجف، النجف وكربلاء والسماوة ومن الغربية ومن الشمال ومن الجنوب، الناس الناس دموع محفوف بدموع الناس بمشاعرهم. يعني هذا زين، مو هذا يجرنا الى سؤال كابتن علي وهيب، هذه القيمة والقامة اللي يمثلها جبار رشيد، عشقه وحبه لنادي الطلبة الأنيق، بصراحة ما شفنا أي بيان من إدارة نادي الطلبة، المكتب الإعلامي، فشيء يرثي هذا الشاعر الكبير ينطي حقه وهو أحد نجومهم وواجهتهم المفروض اللي تسوق بها النادي من خلال شعراء وفنانين اللي يحبوه. هكذا يعمل كل العالم، كل الناس المحترفة بالإدارات والأندية. شوف، علما انه احنا كعرب وكعراقيين بالذات احنا نعطي اهميه للشخص اللي يموت اكثر ما نعطيه بحياته، شو منكرمه بعد ما مات. هي النقطه الاهم والله. لكن صحيح، لكن اي هي المشكله هنا، يعني انت بدل ما تكرمه شخصيه معروفه بالمجتمع محب للنادي، تكسبه مثل ما كان الكبير كاظم الساهر اللي كان احد محبي نادينا اللي كنا نلتقي به يجي للنادي. هذا امر طبيعي جدا انه اداره لا تستطيع ان تقدم تعزيه مانشيت بسيط بوفاه مشجع ومحب للنادي وهو شخصيه مؤثره بالمجتمع الشعري. ماذا تقول عليه؟ تقول هي غير فاهمة بالأمور الإدارية، وهناك أخطاء كبيرة جدا بعملها. يعني أنت كمركز إعلامي هو لا يأخذ يعني الأمر من تلقاء نفسه، بل هو يتلقى الأوامر. زين، يتلقى الأوامر من من؟ من خارج العراق، من داخل العراق. أبو حسين، هذا الموضوع يمكن أنا وياك بحلقات، كم حلقة أنا وياك في السابق ناقشنا بموضوع نادي الطلبة، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، لا شيء يذكر. وزراء نقدمهم كل الظروف وكل التبعات والسلبيات، يقول لك احنا ما علينا بالماضي. كابتن، انا ما اتكلم عن ألف دينار، اتكلم لك عن مليارات، لكن للاسف الشديد حتى احنا صار عندنا تعب من كثر ما نطرق بهذا الموضوع. العالم كرهتنا ابو حسين، كرهتنا، قامت تضوج من عندنا، حتى الانديه ما قامت تشغلنا. انا سالت هذا السؤال كابتن علي وهيب لانه حسب معلوماتي وكثير تواصلنا وياك، انت ما تطلع حاليا بظهور اعلامي خاصه باللي يتعلق بالطلبه والوضع المأساوي اللي يمر به النادي، لكن بمجرد ان عرفت المحور يرثي جبار رشيد ينطي حقه هذا الشاعر الكبير، عثرت على نفسك وقلت اطلع. العتب على الاداره في هذا الموضوع، يجب ان تكون وقفه، يجب ان يكون تقدير، يجب ان تكون مبادره. انا اشكرك جزيل الشكر.